نقولوا جبنت لي هود يزولي عادة ايزولي، كان يحطوهم في كيما لاكولون، كان بلايص بلايص كيسكنوا معاهم عرب دي هما ديرونجاو، هما حاكمين عام وشيو كان عرب عندهم فهمتي مخلطة لاكولون بالكوير بالعرب كاين، وكاين بلايص كاين غير لي فرونسي جهة البحر بوسيجور كاين عرب كاين عرب كاينين بن يعقوب مختار منه. احنا كنا طبقه متوسطه لزالجيران كل، وهذا ما كانت بكري اسمح لي بكتا في وقتك كان كيما نقولوا ما نقولوش احنا كانت الناس على قد حالها، ولكن كانت نظافه. المشكله درك عاد الناس عنها يحكيوا غير باللي مليار وحاشاك البلاد موسخه، وين يرجع السبب فهمني، كثر المال كثر الوسخ. بكري كانت فقراء على قد حالها تلقاها الدنيا نظيفه، الكور شم ريحه النوار اخويا اي والله العظيم نهضروا الحقيقه. في الستينات ما نقرا هنا الدنيا هذه نظيفه شي حاجه، واحد ما يطيش من الطاقه ولا يطيش من القدام ما كانش منها النظافه راديه فيه والقاوية في البلاص دار في العشيه وكل يزدو تي وين يتوعيه من المحافل يهبطوا النوار هذاك الفل والياسمين يبيعوا ليليزا كانت بالنماره وفجنان النوار وجنان القارص و... حيل حاصل راح يطاروا بيه. بكري كانت الناس بطبقة متوسطة مش فقيرة، كنا عندنا روحنا كلهم مين كان الدنيا نظيفة. حبيت نفهم درك الناس تحكي غير باللي مليار وتحكي تلقاه هو موسخ ما فهمش يوسخ، من بعد يقول لك عنابة ولا زي أي موسخة، تلقاه أنت عندك المال ما تفهم الثقافة هذيا. ما كانش يوسخ كيما كان بكري، أنا نشفى على ليزاني 70 80 ما كناش كيما كان خويا. هذه نهار الجمعة هدايا كما اليوم. كيشكو انا هذه نحكي لك الستينات. تشوف ناس يجيو يقول لك نية. كنزورة بيضاء والشمس حليب. يخدم دوكار. واش يخدم؟ يخدم دوكار. قبل كانوا دوكا تلقاه بالمال ولا تلقاه حتى تقول طلاب، اسمح لي بين قوسين، بالمال تاعو تعدي عليك ونقول هذا طلاب هذا، حاشا ما يستاهلوهاش ديما نقولها انا. كانوا حايدين بس. لا بس عليهم تلقى صح ولا لا؟ كانت كيما انت قلت يخدم في الواحد ويدخل نظيف، كل المظهر تاعو نظيف. دوكا تشوف بكري كان الناس يلبسوا كلاسيك في البلاد، كان الناس نظافه. دوكا هز عقب عقب اصاحبي شنو يلبسوا عاد الناس تولي كانوا بكري بس كلاس ولا لا؟ غير الكلاسيك واللبسه نظيفه وفقراء مسكين على قد حالهم ولكن نظاف. شوف الناس بكري قلوبهم حيه. ماتوا يا دم بشر يا دم كاين معاهم الله العظيم غير تخرج لافيل يقول لك عنبه موسخه وتزاير موسخه، هم الموسخين بلاد بس علاه اخويا، قال لك ربي كثر الفساد في البحر بما كسبت ايدي الناس، كثر الفساد في البحر والبر بما كسبت ايدي الناس. الله يهدر معاهم ما فهمتيش. السلام ورحمة الله وبركاته. وعدها ما عندناش انت كتنصح فيهم مش اللي انا لا ميضة لا بالعقل برك لا والله صافي كيما يقولوا احنا الحمد لله احنا انا ولاد البلاد وكان نتعلموا قلت لي احنا عن ابو غزوله كان باب قبل هنا مدير تاع سوماتراك في عنابه لي زاني قبل موبيل وان كي كانت بكري موبيل وان وشال والحاصل ما عرفها قيم ان شاء الله هذا الامام وين او جاي الامام دوكا السلام ورحمه الله كيف حالكم لاباس السلام ورحمه الله دوكا هاك شوف الله يبارك لبسه تاع تاع البلاد هذه فوكا ها فوكا مال الباطونيه هذا شوف ها فوكا بنت فوكا شلالي فامي شلالي شلالي هنا انا حومتي قبل في لاكولون بكري ولد تما قبل تما ولد عنابك تعرف يلعب لاكولون وين الغزاله اكزاكت وين حمام بوعزيز وين سلمان الفارسي السلام عليكم ثم قلب عنابة ولد خرجوا من قالوا الغزاله منا ما لو كيجي الامام يقول لنا عاد الضريح اسمح لي حمام هذا تفضل الحاج معليش الحاج هاي السلام عليكم كان يجي الامام درك انا
نهضروا معاه. الشيخ السلام عليكم. حدثنا عن برك نعمل زيارة للضريح تاع أبو مروان الشارير. قال لي لازم الإمام. نعم على زور الضريح. لا حبيت نصور برك وحاب نحطها في اللغة. كان واحد قال لي ماذا بكم تصور لي الضريح تاع أبو مروان هو عايش في الخارج، وأنا قلت حبيت نعت نظرة على المكان هذا. وفقط حاجة برك الشيخ لهنا حاجة البوبال أنا هنا أنا شفتها شحال هي كما كل وسخ أو مشهد أو مكتوب مدرسة قرآنية، وفيها إمكانية نجم نتصور نعدي البلاصة بفضلك يعني. على الضريح. آه من فضلك معليش. حتى يشوفوها كاين الناس على بالك عايشين هنا ولا في الخارج. حبيت تاخذوا نظرة برك على المكان يعني. فهو ولي صالح يعني وأنت الإمام تاع المجد يعني موفق. المجتمع الجزائري مابقاش يقولوا كل بالأضريح. أنا نحضر الدروس تاعك الشيخ ما شاء الله عليك، والله ما عندي ما نقول فيك يعني مشي وجهك ولا حاجة. مي واحد يخرج يجي المجد لهنا ويلقى مكان كما هذا كما هذا ويقريسي والبرانية ابعت الميساج. أنا شوف ما سبونيش ما كيسبونيش راني مليح. شوف أنت تقلت ابعت الميساج تاعك والله يسمعوك الناس عنها قلوبة حية قادرين يتحركوا. واش راح نقول لك الهادي ربي. اي والله لا تخلينا من معروف شيء يعني، ولا انت تلقى اخاك بوجه طالق يعني واحد يضحك حتى في وجه خوك. هذا الامام انا حكيت له حاشاك الحاجه على الوسخ اللي قدام الواحد. او قال لي كنا عت لك المكان ان شاء الله بارك الله فيك. خلي علو تحب يصور التاريخ الاول ولا بس خلي يحب يصور التاريخ. ولا كاين طلبات من الناس تقراوا الصباح الشيخ. كاين في طلبات من الناس عايشين في الخارج ولا في الداخل حابين يشوفوا فقط يعني من حقهم يزوروا بلادهم. يعطيك الصحه. هما هما كاين في عنابة وكاين خارج عنابة وعندهم شوق كبيره والله العظيم يعني مش والجامع العتيق الاعظم 11 قرن الشيخ ابو رانا مسرح موطا الامام مالك من اقطاب هذه البلد كبار العلماء ما شاء الله. بس والله قلت الشيخ ابو مروان ربي يصلك الحاج شيخ. اهلا يا اخوانا هذا اخونا كاين واحد قال لي ماذا بك تصور لي هاي نصورها اخويا العام الناس كل هاي بسم الله. هاي اخويا احنا نمدوا اخويا وعلا نجيبوا صدقه. بسم الله السلام عليكم. نعم سيد ابو مروان الشريف. ما شاء الله هذا هو ابو مروان الشريف سبحان الله. ها دوك تكتب هاي هاي دكتور شحال تدور الحاج. ضريح الفقيه بسم الله الرحمن الرحيم. ضريح الفقيه المفسر الحافظ القطب الشيخ سيدي ابو مروان الشريف القرشي الاندلسي البوني. هو البوني سبحان الله. ولد بإشبيلية عام 439 هجري 1047 ميلادي، وتوفي ببونا عام 501 هجري 1108 ميلادي. قدس الله سره ونفعنا به آمين. بالعارف القطب أبي مروان أسأل رب الحفظ والإتقان ولم يزل من ربنا مودود مودودا زائره منه غدا ممدودا كالشافعي والقرخي والجيري كذا أبو مدين دو التبجيري. ذكر هذا العالم الغبريني وغيره صدق يا قاريني وكل جان لأن بلاد بالضريح منه أتاه الضفر دع شعره بالصريح وعند قبره الدعاء مجاب ذكره. إما أنجاب لا سيما بعد صلاة العصر من يوم جمعة بهذا الحصر الحصر كذا سمعنا من الإمام سيدنا محمد التمتام جعلنا إلا إلى هنا من حزبه ولا تباعد بنا عن قربه. فالقرب بالأرواح هو المعتبر والبعد بالجسم لدينا مغتفر. العلامة الشيخ سيدي أحمد بن قاسم البوني. فيه كلمات شوية الشيخ تمتم هذا كلمة فمي تمتم الحق سبحان الله. إن لله وإن إليه راجعون لا حول الحياة الأبدية. أنا سمعت بابا وقال يجيو بعد العصر هنا والله يجيو حطوا برايا هذا يقول اكتب حطها باي هنا من بعد الجمعة بعد العصر يحط باي
الله يرحمه، صلى الله يرحم أمة محمد. قال لك في الآخرة الحاج، قال لك الناس في الجنة، قال لك الأحبة اللي مع بعضهم هذا. قال لك يتفكروا أيام أيام الدنيا في الجنة، قال لك الناس كي يتلاقاو يقولوا تشفى كنا بكري في واحد البلاصة عملنا سبيل ملاقاة الطاعة. شكرا يا إمام، بارك الله فيك. أنا جاي. شفت بل تعمل النية برك ربي يسرك.